السلام عليكم متابعين موقع الطنجاوي، مرحبا بكم في حلقة جديدة في ميكرو الطنجاوي. موضوع ديال اليوم، فين دوزتي الصيفية؟ شحال تقامت عليك هاد الصيفية؟ سيتي من طنجة؟ لا والو، الطنجاوي الطنجة ديالنا غزالة، فين غادي نمشي عاد؟ شاكون اي واحد كيدير شي بيزنس ديالو كيدير لي برايس، يعني كيدير الاثمنه اللي بغا هو. كاينين دي زابارتمون مثلا كو سوا في مارتيل ولا في كابو نيغرو 8000 درهم للسيمانه. يعني دوزتيها بزيرو درهم؟ يعني ما كيتسقم والو اخويا، كيتسقم غير 100 درهم الا مشيتي فكر. دابا لا، دابا الا مشيتي تحركتي انت والدراري راه خصك مشكله ديال الفلوس، سكر خصك صايا خصك لي ترانسبورت حرف لك فيه. يعني الصيفيه ديال العمل شويه ديال الراحه. فاطمة تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. بارك كبير هذا. شكرا. فاطمة غنقول لك فين دوزتي الصيفية ديالك؟ أنا الصيفية خاي ديالي دوزتها أشقر نضار، أشقر صافي. لا شوية. لا ماشي دائما. لا ماشي دائما، أنا عاودت الخدمة حكم الخدمة وداك الشيء ما كنمشيش بزاف، وهي تبارك الله يوميا كتمشي. يعني أشقر قلتي لي فد. أنا أشقر غزال كيحماق. يعني ما خرجتيش من طنجة؟ لا والو، الطنجة ويلي الطنجة ديالنا غزالة، فين غادي نمشي عاد؟ أشقر مزيان. لا لا والو، ما كيعجبنيش داك الشيء. لا ما كيعجبنيش أنا داك الشيء. هي ما كيعجبهاش ولي طنجة. طنجة أنا الطنجة في الدم، في الدم في الدم، كنحماق على طنجة وكنحماق على الناس ديال طنجة. إلا قلت لك مواطن اللي كتمشي له في طنجة بزاف كيعجبوك؟ كيعجبوني بزاف. أنا السوق برا كتعجبني، السوق دبارة دابا عاد كنت فيها شارع الحرية ياك، السوق دبارة كتعجبني مصلى، حيت أنا بنت مصلى كنحماق على المصلى والناس المصلى. شنو كيعجبني آخر؟ رميلات. رميلات مشيت لك ضروري رميلات. ديك الجواية شنو هاد الجواية هادي؟ لا ديك الجواية هاديك صافي. طنجة في الدم ولا العكس يندم. صافي طنجة. دابا أنا شهرين شهرين ونص واقيلا وانا في طنجة. دابا انت ساكن هنا في طنجة؟ لا ما ساكنش في طنجة، انا بلجيكا. تبارك الله، وجيت دوز باكونس انا غير كونجي هنايا. لا كونجي انا اللي معاك دائما في طنجة. سينا طنجاوية ديالنا. طنجاوية كتجي كتبقى شايل ضروري حنايا، حنا دائما نتبعك. الله يرحمك. وداك الشيء ديالك طوب. الله يرحمك. واعر واعر، الله يعاونك، الله يحجبك، وبقى هيدا دائما على طبعك. وحنا معك دائما. الفاكونس ديالي دوزتو في بزاف ديال المدن في المغرب. ابخي العيد، يعني ابخي لي فاكونس ديال العيد، مشينا لمرزوقه، ابخي مرزوقه لي كورج، الجهه ديال المغرب المنسي، ياك ابخي مراكش ومراكش طنجة. ساريت اخي محمد، قلت ديتينا معك. مرحبا بك اخي. ودابا الايام دابا في طنجه، واش سينا ساكن هنايا ولا جيتي من طنجه؟ ساكن هنايا وعندنا بيزنس ديالنا هنايا، خدامين هنايا في طنجه. تبارك الله. ولا قلت لك دابا البحوره اللي مشيتي لهم في طنجه؟ البحوره اللي مشيت في طنجه مشيت للجهه ديال كابو نيغرو، الريفيين، مارينا سميل، سطيحات، المهم فوق. فوجنا شي شويش افيك مع الاصدقاء ديالي. واه انا ولا فامي ديالي والاصدقاء ديالي كذلك. داز صراحه داز الصيف مزيون. من ناحيه قامت عليك الدعوه، واش بحال دائما ولا الدعوه غالبا؟ اش غنقول لك زعما، لي فاكونس في المغرب تخوشيغ على لي فاكونس او نيفو ديال الاكستيريور. حسن لك تدوز لي فاكونس على برا وما تدوزهمش في المغرب، باسكو لو بوفوار داشا عندنا في المغرب هابطه. مالغري هادشي كاينين واحد الاثمنه اللي هما خياليين، حيتاش نقدر نقول لك ما كاينينش واحد ليجان ياك موحده زعما كيديروا يعني تقني الاسعار، ولا شاكون اي واحد كيدير شي بيزنس ديالو كيدير لي برايس، يعني كيدير الاثمنه اللي بغا هو من راسو. يعني نقولوا كاينه السايبه اللي طاح. انا هادشي اللي بان ليا، كتلقى مثلا نعطيك اكزومبل، الى دي زابارتمون كاينين دي زابارتمون مثلا كو سوا في مارتيل ولا في كابو نيغرو 8000 درهم للسيمانه. 8000 درهم كاينين دي بيرسون مثلا السميك في المغرب شحال هو؟ 3000 درهم. لا لا 3000 درهم في البريفي. هذاك لا 3000 درهم لا كتوصلوا بريما ديالك. لا في البريفي 3000 درهم، هو كنهضر على القانون، يعني 3000 درهم، وفي البيبليك 3500 درهم. ويجي واحد يعني يخدم هو شهر كامل ما يقدرش يدوز ميم با دو جور في اون ابارتمون باش يفوج مع الاصدقاء ديالو. يشبر الترامبيه ويمشي لبلايا تما يبحر. هو هذا الشيء يعني كيحكموا عليه انه خصو يبحر في واحد البحر اللي هو يعني او نيفو ديال ليجين ماشي صالح اصلا للتبحار. باش تقدر تبحر خصك يعني تكون كتسرق، ولا مانيش عارف باش تقدر يعني تعيش الرفاهيه. باش ماشي غير الرفاهيه، يعني داك الشيء اللي يقدروا يعيش انسان بسيط، خصك تكون كتخدم شي خدمه اللي يعني سي با نورمال، يعني ماشي عاديه باش تقدر تعيش داك لو نيفو هذاك. الا قلت لك فين كدوز الصيفيه ديال الصيفيه؟ كندوز انا في المدينه هذه في طنجه.
ما كتسافرش ما كتمشيش بحوره؟ سافر ديك الشيء على حسب، كنسافر كنوز دراري كنمشي نتسارى كنجي عاو كنخدم. هاد الصيف هادي فين مشيتي؟ مشيت طلعت نقشور في واد لاو، جهه شاون، ضربت تما 10 ايام وجيت عاود ضربت يومين هنايا في جهه القصر الصغير، ودابا انا هنايا عاو كن عاود عام دوزتي الكونجي ديالك مدخن. هو الشو مدخن في اي صيف، اي عام كندوزو مزيان وبخير وعلى خير. من ناحيه التكلفه كيفاش دازت ديك التكلفه ديال السفر؟ مزيانه عاديه؟ هو خص المصروف وصافي، بنادم الدرويش كياكل الشحط. ها من ناحيه الكراه، من ناحيه الماكله، الماكله والصاير، وعاد لا كنتي ماك ثلاثه الدراري ويماهم كيفاش غادي تسكي عليهم؟ ها كيفاش غادي تعمل لهم؟ يعني الدرويش صعيب عليه دابا الحال يمشي باش يسافر ويشوف، باش يسافر باش يمشي باش يهادي، داك الشيء ماشي ساهل. امشي شحال هادي من كنتي بوحديتك كنتي باقي ولا جوج؟ هذيك الساعه كان هو هذاك بحال بحال، يا كاين يا ما كاينش. دابا لا، دابا لا مشيتي تحرك تنتينا والدراري راه خصك مشكله ديال الفلوس، خصك كرا، خصك صاير، خصك ترانسبور شحال فلك فيه. فهمت؟ والدراري صغارين هي فيها بزاف. خاي بلال تبارك الله عليك. الله يبارك فيك اخاي ابراهيم. قول لي كيفاش كدوز الصيف ديالك؟ العمل والسهل. يعني الصيفيه العمل والشويه ديال الراحه. باقي ما بحرتي شي مره؟ ما والو باقي ما بحرناش. الباترون ما كيتكش نهار الراحه؟ كاين نهار الراحه ولكن خصنا نرتاحوا عاوتاني. خصنا نرتاحوا شويه وصافي. يعني يلاه كدير ديك النهار تنعس فيه. وياه. نعس. وفي شو زوين ان شاء الله فين ناوي تمشي؟ نعود نفرن ان شاء الله. سعديني معك. مرحبا بك اخاي ابراهيم. دابا نعود نتجمع معك ان شاء الله. كدوز الصيفيه ديالك؟ مع التمارة مع الخدمة الحمد لله. الأجواء الصيفية هادي زعما الحمد لله يا ربي، بنادم كينشط فيها وكينشط مع الإخوان، الناس الخارج والناس الداخل تبارك الله عليهم، مروجين طنجة والحمد لله عمر طنجة تبارك الله، ومرحبا بهم أي واحد يجي طنجة. يعني أخ مصطفى نسينا عندك كاريرسة ديالك خدام، يعني الصيفية ما تقدرش تمشي تشوف؟ ما كنفرطش فيها، هذه هي التيمبورا ديال الصيف اللي كنخدموا فيها، ماشي توا كنبقاو غير كنبقاو منوين ببركة والسلام الحمد يعني لله. أنت كتعرف بنادم كيكون عنده العيال كيف كاري في الخدمة شنو يدي شنو فهمت؟ كيبقاوش يقول لك با خصنا نمشيو للبحر با كيفاش كتعامل معاه؟ واش غادي نقول لك، كيقولوها لي ولكن الظروف كتجيبها خير، الظروف كتجيبها الخدمه الصيفيه هذه اللي كنقوزوا فيها. الا ضيعتي النهار ديالك الحمد لله، الصحه ديالنا الحمد لله جيده والحمد لله يا ربي سنخدموا على وليداتنا. ما حنايا ما عندناش المشكل، كنفكروا في وليداتنا وكنفكروا في العائله ديالنا. فين كدوز الصيفيه ديالك؟ الصيفيه كندوزها في الحسيمه بزاف بالحق، هذا العام هذا دوزها هنايا حسيمه مزيونه فيها بحورات مزيونين وكذا، فيها 99 بلايه تما شريفه. علاش ما مشيتيناش؟ وهذا العام هذا وقع لي واحد المشكل، عملت واحد العمليه لافتاق وكذا. الله يشافيك. امين الله يرحمه. يعني بقيتي في طنجه؟ يعني باقي ما بحرتيش؟ باقي ما بحرت ما والو، باقي انايا في طنجه كتعجبني مزيان بزاف، كنمشي للبحر انايا في واد الياو وكنمشي خصنا نجيو نمشيو معاك دابا الحسيمه ان شاء الله. مرحبا بك الخو. شحال كتسقم لك ديك السفر ديالك من هنا للحسيمة؟ ما كيتسقم والو اخويا، كيتسقم لك غير 100 درهم الا مشيتي في فكر. لو في التاكسي؟ في الطاكسي كتبقى لك شي 30000. رجع 30000؟ كورصة بالحق. يعني غيتسقم لك مصروف زايد شوية. كيبقى لك مصروف زايد شوية. يعني خصك تخدم مزيان في طنجة باش ما تمشي. هذه هي الهضرة با ديالك، هذه هي الهضرة. كيفاش كدوز الصيفية ديالك؟ باخر الحمد لله مزيان. وهذاك انت واش كتسكن في طنجه ولا انا ساكن دابا هنايا اخي كاري في بوخالف. فين كدوز دابا الصيف الكونجي ديالك؟ التجاره اخي، انا تنبيع ونشري في البحر وهادي التجاره اخي. يعني التجاره يعني ما كتسافرش يعني؟ التجاره الخدمه سوا ضروري الخدمه اخي. شو سويه فين كتمشي؟ شو سويه كيفاش كدوز؟ واخويا شويه تندوزها في مكنس. يعني كتمشي من البلاد ديالي؟ صحيح الناس دمكنس. يعزك اخاي نورتي طنجة. الله يحفظك، مرحبا بك اخاي. بيني وبينك فين دوزتي هاد الصيفية؟ الصراحة دوزت في كرافطة اخاي. مشيتي بني قرفط؟ بني قرفط. صحيح الناس بني قرفط؟ صحيح ليلو من هنايا. واش سينا من تما ولا؟ اصل ديالي من تماك اخاي ابراهيم. بس ما دوزتي الكونجي ديالي؟ تماك دوزتو اخاو ديالي. مشيتي شي بحر مرة؟ لا والو، أول مرة إن شاء الله ربي ندوز سيمانة هنايا ونرجع عاود. بحر ما مشيتي انت موطا؟ لا والو باقي اول مره. الناحيه الماديه ما كايناش؟ لا لا الشغل اخاي ابراهيم ماشي الناحيه. فلوس موجوده؟ والحمد لله. الحمد لله تبارك الله عليك. الله يبارك فيك اخاي. كنقول طنجه شحال منوره وهي منوره لي. وهي من جيتي؟ جيت من قرافطه. يعني من بني قرفط؟ نسينا تبارك الله عليك. صحيح من بني قرفط كاملين واحد بواحد. الله يعزك الله يحفظك. الى قصلك
فين مشيتي هاد الصيفيه؟ والله الا جيت من طنجه. جيتي من طنجه تقوز باكونس ديالك؟ اه جيت من بحار وفواش. واش بحارتي ولا باقي مشيتي؟ لا بحار ناو وفواش. مشيتي له بلاي. يعني مشيتي بلاي بحار زين عمر كيفاش جاتك بلاي والاجواء؟ بلاي مزيونه الناس منورين والله العظيم بلاي بحار ناو الجو مدور. دابا شحال تبقى معنا هنا في طنجه؟ نبقى انا هنايا انا خدام هنايا. انت هنايا سلام مرحبا بك. لا عزك هذا الشيء. واش دوزتي الصيفيه قوسي فاكونس ديالك بعد الصيف؟ دوزت اه. فين مشيتي؟ مشيت لقصار الصغير. شحال بقيتي في قصار الصغير؟ سيمان. كيفاش استقامت عليك الدعوه؟ واش رخيصه ولا؟ الصراحه مشيت عند عائل. اه يعني دوزتيها بزيرو درهم. اه. يعني واكل شارب معزز مكرم. اه. شنو غتقول للعائله ديالك دوزتي معاهم الصيفيه؟ الله يرحم والديها. تبارك الله عليك. هاد الصيفيه هادي يعني انتقاد. اييه. واش سبق لك دابا قوزتي شي فاكونس ولا باقي؟ واش نقول لك حدو طنجه. عندك طنجه. طنجه وحدي يعني كندور هنايا والسلام مع الخدمه وصافي. شنو ما قالكش تمشي تسافر والدور؟ ما والسلام اخي والله الا مع الخدمه. يعني تسنى كتسافر في الشتويه. الشتويه مره اذا بنادم كامل ديك الهريبه وصافي. فين كتمشي في الشتويه؟ تطوان الشاوان كل مره فاي. اقشور. اقشور تينا عارف يعني حدناني الشامل. انا واقيلا انت اصلا ما عندكش مع بحر ما بحرتيش. لا بحرت شي حاجه ولكن قليله فهمت. غير ديك الحد وصافي. غابد ميريكان اشقار. المهم مريسات. الكوستات ديالك. المهم انت عارف غير هنايا والسلام. هاد المره عيطت نمشي. يلا مرحبا بك عزيز وغالي. الله يرحم بابك الغالي. وهذه هي نهاية الفيديو ونسينا فين دوزتي الصيفية وشحال تقامت عليك الصيفية. تلاقاو في فيديو اليوم الجاي إن شاء الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.